الدراما المصرية، فن صناعة الوعي. الدراما المصرية كانت دائماً حالة استثنائية في الفن المصري، صنعت لنفسها تاريخاً عظيماً عندما اكتذبت كبار الكتاب وخرج من عباءتها عشرات النجوم. المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي. الدراما هي فعلاً زي ما انتي قلتي بتشكل عقل ووجدان ووعي الناس. بتختاري الأبطال إزاي؟ في الطريق للات أنا ما كنتش بخرج بس، أنا كنت بشحن الممثلين اللي معايا. كيف تصبح الدراما دائماً نافذة لأعمال صادقة تجعل الحياة أفضل، تبث الأمل وتستلهم التاريخ وتؤكد الهوية وترسم المستقبل؟ يعني حكاية الغريب ليها أصل واقعي ثم خيال جمال غيطاني، الاثنين مع بعض، لأنه حول الفرد يعني بطولة فرد إلى مجموعة. الدراما القديمة ما زالت صالحة في هذا الجو الجديد؟ إزاي نستغل ده كله في إن إحنا نرتقي بالمجتمع نفسه؟ عن الدراما المصرية قاطرة الوعي والثقافة والريادة في قوة مصر الناعمة حديثنا اليوم من مصر. الدراما تتكلم مصري، غداً 7 مساءً على قناة مصر الأولى.